شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في اجتماع المائدة المستديرة حول مبادرة تحدي إدارة الكربون الذي يعقد ضمن أعمال مؤتمر المناخ كوب 28. وزير النفط أكد خلال الاجتماع أهمية عقد هذا الاجتماع وأهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى التسريع بتوسيع نطاق تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتكنولوجيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو. وتحقيق إدارة الكربون على نطاق جيجا طن بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة سد الفجوة بين النشر الحالي لإدارة الكربون ومتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية حيث أن هذه المبادرة تمكن من معالجة إدارة انبعاثات الكربون وتعزز الممارسات المستدامة لتخفيف من تغير المناخ